هذا اللاجئ اللي هو ما عنده مقومات الصمود بالأكل والشرب، هذا ما قصر يبز ويخلف 16 ولد. عبر باسم ياخور عن رأيه بشأن عودة اللاجئين السوريين لسوريا من دول الجوار مثل لبنان بأنها خطوة صحيحة ومطلوبة بظل الأوضاع الراهنة، وخصوصا بأنه لبنان كمان مضغوط اقتصاديا وما عم تتحمل لاجئين. وبيضيف ياخور بأنه مانو مع اللاجئ يبز ويخلف 16 ولد إذا مو قدران يأمن الأكل والشرب، ولازم الواحد يتحلى بالمسؤولية ليكون أسرة جديدة. طب أنت اليوم إذا أنت عايش بخيمة وما عم تقدر تأكل وتشرب، وأنت بدأت هالأزمة عندك ولدين، اليوم بنهاية هالأزمة صار عندك 15 ولد، ليش؟ وبسبب هالتصريح الحساس بيرد الشامي على باسم ياخور بحسابه الرسمي بالإنستغرام بأنه هاللاجئ يلي عم تحكي عنه يا أستاذ باسم بز وخلف 16 ولد لأنه عنده شعور بالإنقراض، وهي غريزة بشرية طبيعية جداً. خاطب الناس على عقولهم يا أستاذ باسم لأنه هاللاجئ ابن بلدنا وما سنحط له الفرصة يثقف نفسه، لأن أنت قلتها قاعد بخيمة، وشغلتنا يا أستاذ باسم نخاطبهم على عقولهم بطريقة بتليق بوجعهم ونساعدهم وما نقلل منهم. مثل ما قلت لكم، الظلم بمد والأيام بتعد والعبرة بالأفلة. برأيكم هل كلام باسم ياخور صحيح ولا ما بيحس بالوجع غير صاحبه؟ اكتبوا لي تحت بالتعليقات. ولهون بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، بشوفكم بحلقة جديدة من حقائق مارامي. سلام.